Our next stop is this station. Professor Afaf is the Dean of Gassim. ممكن للطب البيطري تفضل البروفيسور. سامي شريف و المستمعين السلام عليكم. هتكلم عن الفايتوتوكسيسيتي السميات النباتات، وسميات النباتات دي من المجالات البحثية المهمة، خاصة وإنه التداوي بالأعشاب ابتدى ينتعش، وحتى في البلاد الغربية ابتدوا الهيربال ميديسين بقت عنده أهمية. النباتات دي فعاليتها بتجي من المواد الفعالة اللي موجود فيها، وهي بتختلف من منطقة إلى أخرى. عندي هركز لكم في بعض النباتات اللي مستعملة للعلاج لمرض السكري هنا في السودان. عندنا نبات الدمسيسة أمبريوزا مريتاما، ودي من النباتات اللي بتوجد، ده النبات، وهذا النبات بيوجد حول ضفاف النيل وبيكون في المنطقة الشمالية والوسطى. الناس هنا بتشيل النبات دي، بتنشفه وبتعمله في شكل بودرة وبتصفه، عشان كده هم بيعتقدوا انه هو بيستعملوه بدل الدواء في نقص جلوكوز، نسبة الجلوكوز في الدم. شلنا النبات دي، نشفناه، سحناه، غليناه في موية ديستيل ووتر، وعملنا له تصفية، وعندنا أربعة جروبس أو أربعة مجموعات من الفيران. في كل مجموعة عندنا خمسة فيران. عندنا الزيرو ده الكنترول بتاعنا، التحكيم ادينا 250 500 و 1000 ملي جرام بير كيلو جرام. الاكسبيرمنت او التجربه دي استمرت لمده 4 اسابيع. بالنسبه لل 250 ما في تغييرات معنويه واضحه، لكن بالنسبه لل 500 وال 1000 لقينا في نوع من الإسهالات، نسبة الكوليسترول في الدم زادت، واحدة من الكلاين فوسفاتيز دي واحدة من الإنزيمات اللي بيقيسوا بيها المشاكل الكبد، وهي زادت. في نفس الوقت لقينا في نصف واحتغال في الأعضاء الداخلية بما فيهن الدماغ. الكبد لقيناها بقت كبيرة ولونها شاحب، والإمعاء بيكون المواد اللي فيها بتكون سائلة. الإمعاء لما فتحناها لقيت
لقينا فيها مواد سائلة. بعد ذلك جينا بنفحص فحص مجهري هيستوباثولوجي، لقينا انه الخلايا المنطقة دي، الخلايا اللون الفاتح دي، هي الخلايا اللي بتفرز الانسولين. هذه الخلايا حصل فيها زيادات هايبربليجيا، ابتدت تزيد، ودي قد يكون هو السبب الرئيسي في انه هذا النبات يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم. عندنا الكبد، الكبد هنا لقينا فيها تغيرات دهنية، والجيبانيات السينوسويس فيها اتساع، وعندنا الطحال، الطحال حصل له ديبليشن، نفاد للخلايا الليمفية، في نفاد في الخلايا الليمفية في الطحال، وده قد يؤثر على المناعة بتاعت الفيران. عندنا هنا في الامعاء في زيادة الفجوات، الفراغات دي في المنطقة تحت هنا، مفروض يكون يا جماعة معي ما شاء الله، لكن معلش ما هنا. فالفجوات دي هي الخلايا الكاسية اللي هي بتفرز المخاط، ففي زيادة في نسبة الخلايا اللي بتفرز المخاط، والدواء دي بالذات هو حادق، يعني حادق